ضيفنا في الكافي شو هو أمين عام اتحاد الشغل السيد نور الدين الطبوبي اللي نقول له صباح الفل. مرحبا يا سي نور الدين. مرحبا بك وتحية إلى كافة مستمعين جوهرة أفام وإلى كافة أهالينا في ربوع الساحل. مرحبا بك سيدي معنا في صباح الورد. نحكي اليوم على المستجدات على المؤتمر الاستثنائي الغير انتخابي بالنسبة للاتحاد، الاتحاد اللي أنت كنت استهليت الكلمة متاعك في وقت من الأوقات وقلت اسكاكنة جبدت ضد الاتحاد. سؤالي ليك علاش قالت الكلمة هذية وشنو هو السبب، وهل اليوم يعني ولا أي واحد ينقد الاتحاد يتم متهم، معناها شخطو أنه الاتحاد أصر على عقد المؤتمر هذية في ظرف استثنائي خاص وخاص جدا. تعليقك على النقطة هذية وشنو حبيت تقصد أصلا بسكاكن جبدت؟ شكرا لك. أولا وبالذات نحب نأكد أنه الاتحاد العام التونسي للشغل مش نزيد ولا حتى حد، لا في روح المسؤولية ولا في روح الوطني، منظمة مسؤولة. وتعرف أنه الاتحاد ماهوش أي منظمة، لابد الريزيستانس نتاعه تكون في أجالها خاصة في مستوى القيادة. ثاني حاجة اللي اليوم عندنا تقريب مجلس وطني عقد أكثر من سنة واتخذ قرار في زوز مناسبات نؤجل هذا المؤتمر استنادا على المراسلات اللي استشرنا فيها الهيئات العلمية الصحية والسيد وزير الصحة وطلب التأجيل، ثم أنه فيما بعد طلبنا من السيد وزير الصحة أو من السيد الوالي فهمني وعملنا الإجراءات الكل واخذنا كل التراخيص. في الأثناء هناك تطور للجائحة، الناس اللي ما تعرفش حاجة يقول لك أجل لو الاتحاد لكان أجل أقل شيء حبلك ليه 6-7-8 شهور قريب، ومش حتى المشكلة في المدة، المشكلة هل ثم واحد اليوم قادر باش يجاوبنا التوانسة ويقول راهو بعد شهر ولا بعد عام ولا بعد 6 شهور ولا بعد 7 شهور مش تتفرهد الأمور وما ثماش الجائحة دي. هذا السؤال الأولاني. الحاجة الثانية قلت احنا منظمة تربينا في روح المسؤولية، ما نجموش باش نغامروا معناها بنوابنا اللي عندهم عائلات أو نجوا إلى جهة سوسة ولا أي جهة من جهات تراب الجمهورية وما نعملوش كل الإجراءات معناها اللي يلزم تتعمل. احنا الناس قبل ما تجي من الجهات نتاعها عملوا التحاليل نتاعها، وقبل ما يدخلوا النزل قاموا بالتحاليل، وتو إن شاء الله اليوم عند مغادرة النزل الناس كلها مش تقوم بالتحاليل نتاعها. والدليل على ذلك معناها في بعض الغيابات، احنا كان من المفترض أنهم يحضروا 600 تقريبا ثبتني ربي و13 نائب. من 600 و13 نائب تم 19 هيكل هو غير مهيكل بقانون الاتحاد، تجاوز المدة المخصصة له معناها وضابطها له القانون الأساسي والنظام الداخلي. بقاو 594. في ال 594 هناك 52 معناها نائب حق من حقوقهم عبروا على رفضهم ولا في هذا الإطار في عقد هذا المؤتمر واضحين. احنا تقصد جامعة التعليم الثانوي سي نور الدين؟ لا جامعة التعليم الثانوي مش كلها غايبين، هم عندهم 55 نيابة. ال 55 نيابة فيهم 4 أو 5 نيابات معناها غير مهيكلة تريمين، ما عندهمش حق ياخذوا نيابات، تجاوزوا الأجل القانونية. في ال 50 اللي بقات لهم تم جزء معناها لا بأس به حضر في المؤتمر، حضروا 22 وغاب 34 تقريبا. لا ما الحساب بالضبط ما عنديش، اما اللي حضروا جزء هام حضر وعبر على موقفه بكل ديمقراطيه. البقيه باش تعرف اللي قمنا بالاجراءات كامله. من 52 هم تقريبا الكل في الكل معناها فني ناقصين 78، في 78 52 قلت لك مقاطعين، والبقيه معناها 26 هم وقت اللي قمنا بالتحاليل للحظات الاخرى قبل ما يجوا لهنا فيهم اللي طلع معناها عنده تحليل ايجابي. ما نجمناش معناها باش نبدلوهم معناها لنظام لضيق الوقت والترتيب معناها القانونيه اللي عندنا. اليوم ما نجموش، من لازمنا نخلو كان الاثر الطيب في جهه سوسه.